صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وبحلقة جديدة. إن شاء الله يا رب يحمل معه كل الخير كل الصحة وكل الأرزاق لكل الناس يا رب. دائما هيك يكون عنا إيمان بقلبنا أنه اللي جاي أحسن اللي جاي أحلى. إن شاء الله يا رب هيك الأيام الجاية تكون حلوة على كل الناس. يسعد صباحكم نهاركم مبارك وصباحه يا سمر. يسعد صباحك ليا كيفك اليوم؟ منيحة وأنت؟ تمام الحمد لله هيك كلك تاع إيجابية من عند الصبح. يسعد صباحك عن جديد وصباح كل مين عم يتابعنا. نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية والصحة والسلامة. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة. أبقوا برفقتنا بحلقة مميزة بعد الفاصل. سمر أولى فقراتنا لليوم رح نروح فيها بعالم الإنترنت. كتير مننا صار عنده إدمان على الإنترنت ليل نهار ماسك الموبايل وعم يشيك على الإنترنت وعم يشوف شو صاير أحداث شو في أخبار. دائما الإنترنت هو سلاح ذو حدين. رح نحكي أكثر عن نوع جديد من الإدمان وهو إدمان على الإنترنت. بصرنا نرحب الدكتور المهندس طارق الساطي اختصاص معلوماتي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف شو هو الإدمان الإلكتروني. هلا طبعا الإدمان الإلكتروني هو نوع من أنواع الاضطرابات اللي بيعاني منها بعض الأشخاص. هاي الاضطرابات بتدفع الشخص لحتى يصير يستخدم الانترنت بشكل قهري او بشكل قسري، فبصير دائما بحاجة انه يتصفح مواقع الانترنت، يتابع الاخبار، يتابع مثل ما تفضلت الانسلايا، يتابع وسائل التواصل الاجتماعي. هلا طبعا استخدامات الانترنت ممكن نحن يعني تكون ضمن الحدود الطبيعية او الاستخدام الطبيعي للانترنت، مثلنا مثل الاشخاص العادية ممكن يكون عم يستخدم الانترنت لحتى مثلا بوظيفته، ممكن يكون طالب عم يستخدم الانترنت لحتى يعمل شوية ابحاث، هذا الاستخدام الطبيعي، او ست البيت عم تدور على مثلا طريقة طبخ، او هذا الاستخدام الطبيعي وهذا الاستخدام اللي هو لازم يكون المفروض لازم يكون هيك. هلا في نوع من الاستخدامات هي بتكون فوق الطبيعية، يعني بتوصل احيانا لمرحلة الهوس، يعني ممكن الشخص يكون هو نايم بالليل في يتصفح مثلا الفيسبوك، هذا ممكن يكون يوصل فيه لمرحلة الهوس. هلا مرحلة الإدمان هي مراحل متطورة بحيث انه الانسان بحس اذا ترك الانترنت او ترك خلينا نقول الاجهزة الالكترونية بشكل عام، بحس حاله انه هو عايش بحالة قلق، عايش بحالة توتر. مثلا اذا ممكن فصلت الانترنت يصير عنده عصبية نرفزة اذا بعد عن الانترنت او عن التجهيزات الالكترونية. فبالتالي يعني خلينا نصنفهم ثلاث تصنيفات. اعلى واحد هو الإدمان، والإدمان يعني نحن بنحكي عن الإدمان وقت بيكون في ضرر على الإنسان، يعني كثر الاستخدام ممكن يسبب ضرر على الإنسان. نعم دكتور، يعني كثير من الأشخاص عندهم شغلهم هو على الإنترنت أو على التكنولوجيا، وكمان عندهم قلق من شغلهم. شو الفرق بين إدمان العمل على الإنترنت وإدمان الإنترنت للتصفح فقط أو التكنولوجيا؟ هلا حقيقة نحن الإدمان يعني العمل اللي نحن يعني هلا انا مهندس معلوماتي، بتلاقيني بفيق الصبح فورا بشعل اللابتوب بقعد على الانترنت. هذا شيء طبيعي، يعني هذا ممكن يكون ضمن عملي، فبالتالي انا مضطر اني استخدم الانترنت بشكل دائم ومتواصل، فبتلاقيني طول النهار يا على الانترنت يا اما على الموبايل. بس هذا ما بيعني اني انا ما بمارس حياتي الطبيعيه، مثلا ممكن اطلع الجامعه ادرس، ممكن زيارات، هذا يعني مسا بنام بطفي بنام ما عندي مشكله فيها. فهذا يعني فينا يعني نصنف تحت يعني العمل على الانترنت، هذا شيء طبيعي، هذا يعني ممكن ما يكون وصلنا لمرحله الادمان. بس في انواع من الـ يعني خلينا نقول الادمان على الانترنت ممكن تصنف
خلينا نقول في إدمان يعني عادي ممكن إنه يكون مدمن بس ما بتسبب ضرر على الإنسان، مثلاً مثل الألعاب الإلكترونية هو واحد من أنواع الإدمان على الإنترنت. اليوم الألعاب الإلكترونية بشكل كتير كبير، خاصة يعني حتى الأطفال الشباب. هلا إذا كان هذا اللعب على الإنترنت أو استخدام هاي الألعاب الإلكترونية عم يكون ضمن حدود الطبيعية، فيعني ما بيوصل لمرحلة الإدمان، ولكن في نوع من الألعاب ممكن تكون مؤذية للإنسان. وسمعنا بالفترة الأخيرة عن ألعاب إلكترونية كثيرة، ما حأذكر اسمها، ولكن ممكن توصل لحالات الانتحار. فهذا النوع من الإدمان على هذا النوع من الألعاب الإلكترونية اللي هي تتحكم بعقل المراهقين الشباب، ممكن توصلهم لأفعال إجرامية، وممكن توصلهم لحالات الانتحار. وسمعنا كثير حول العالم عن حالات الانتحار اللي كان سببها ألعاب إلكترونية. فينا كمان نقول من أنواع الإدمان الإلكتروني هو وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي طبعاً اليوم كلنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نستخدمها بشكل طبيعي، نزلت صورتي، قلبت، شفت شو في أخبار جديدة، حالة الطقس، هذا ضمن الاستخدام الطبيعي. بس وقت نوصل لمرحلة إنه نحن فعلاً منضل الأربعة الصبح قاعدين ناطرين خبر جديد ينزل، أو عم عد قديش عدد اللايكات، هون صار في هوس. هلا ممكن ما يكون ضررها مثلا مثل ضرر الالعاب الالكترونيه اللي ممكن توصل للانتحار، ولكن هون يعني اي ابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي بصير عنده حاله من الاضطرابات النفسيه، وهي اللي ممكن انه نحن نحاول انه نبعد عنها. هلا في انواع من الادمان الالكتروني ممكن يكون تصفح، خلينا نقول بيع وشراء على الانترنت. في ناس بيحبوا يفوتوا يشوفوا شو في اخبار جديده مثلا يتسوقوا عن طريق الانترنت. هلا في حاله طبيعيه انا بحاجه لشغله فتت على الانترنت مثلا ممكن اشتريها، بس في ناس اكثر من هيك يعني ممكن توصل معهم شو القصص، بدلهم يدوروا على الاشياء الجديده الموضه بهالوقت، تمام، ممكن يصرفوا مصرياتهم كلهم مثلا على. فهي الحاله هي ممكن نحن نسميها وصل لحالة الإدمان. هلا هدول يعني من الأشياء اللي ما كتير بتسبب ضرر على الإنسان، بس ولكن في نوع من الإدمان ضرره كتير كبير على الإنسان. رح نحكي هيك عن بعض يعني عن بعض الأنواع من الإدمان الإلكتروني. في عنا مثلا مواقع الإباحية، للأسف إنه اليوم منتشرة بشكل كتير كبير، وفي جهات خارجية طبعا عم تستهدف جيل الشباب واللي بتسوي الإباحية عبر الإنترنت. هذا النوع من الإدمان هذا إدمان كتير خطير، لأنه هو بيأثر على صحة الإنسان وبيأثر على المجتمع. يعني بيحاول إنه يوجه شيء جيل الشباب مثلا نحو الإباحية، نحو اللي هي خاصة نحن كعرب خارج عن كعقلية شرقية مثلا خارج عن العادات والتقاليد اللي نحن منعيشها. فهذا نوع من الأنواع الخطيرة. هلا في مثلا من الإدمان الإلكتروني ممكن نوصل للإقمار، وهذا نوع كمان خطير. يعني في مواقع بتقدم الإقمار عبر الإنترنت، طبعا ممكن يسبب هذا له يعني له مشاكل كثير. الإدمان على الإقمار مثل إنه أنا مدمن على الإقمار بشكل عادي بشكل افتراضي، كمان ممكن يكون في إدمان على الإقمار بالإنترنت، وهذا كمان ممكن يكون هذا نوع من الإدمان كتير خطير، خاصة ممكن يوصل لمراحل الإفلاس، مراحل كتير يعني بالشخص. في نوع كمان من الإدمان الإلكتروني واللي هو جدا خطير، هي المخدرات الرقمية. المخدرات الرقمية طبعا هي بلشت كان اسمها المخدرات الموسيقية. هذا النوع من المخدرات الرقمية بيعتمد على حاسة السمع. يعني ممكن يكون في تسجيلات صوتية، هاي التسجيلات الصوتية بيجي المدمن بيحطها على أذانه. هاي التسجيلات الصوتية بتعطي فرق بالتردد بين الأذن اليمين والأذن اليسار، اللي بتدفع الدماغ لحتى يولد كهرباء معينة. هاي الكهرباء المعينة هي بتوصله لحالة النشوة، مثل ما المخدرات العادية بتوصله لحالة النشوة. ليش؟ لأنه الدماغ بيحاول أنه يركز لحتى يفهم هالفرق بالترددات بين الإذن اليمين والإذن الشمال. هلأ هذا النوع من المخدرات هي نوع كتير خطير. هو منتشر عنا؟ لا هلأ منتشر، ما في إحصائيات يعني موجودة،
لانه هو محارب عالميا، يعني بيحاولوا كل المواقع اللي بتحاول تقدم هالمقاطع الموسيقيه، هي المقاطع الموسيقيه ممكن تكون منتشره مو طريق الانترنت يعني، بس معناتها في كتير مجهود لجذب الشباب او المراهقين انه يسمعوا يعني. يمكن هلا للامانه ما يعني بيخطر على بال اي مراهق انه مثلا يحط مقطع موسيقي ويسمعوا يعني، الا ما يكون في ترويج. فهون هي النقطة كتير مهمة إنه هلا هي النقطة كتير مهمة، لأنه نحن أي شيء بيأذي الجسد أو النفس نحن عم في تجار عم يلعبوا عليه، في مافيات عم يشتغلوا عليه بشكل كتير فظيع خارجية طبعا. أكيد هلا طبعا في تحريم دولي لهذا النوع من أنواع المخدرات. هلا تأثيرها السلبي ما بيكون مثل المخدرات الكيميائية أكيد. لأنه هي مخدرات نفسية ممكن يكون تأثيرها مؤقت، ممكن تسبب لحالات من الإغماء، ممكن تسبب لحالات من يعني تأثر نفسيا، ممكن توصل لمراحل معينة من 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 حالات الانتحار أو يعني مثل المخدرات الكيميائية اللي ممكن تكون منتشرة. هلا في تحريم دولي لهذا النوع من المخدرات، في حجب للمواقع اللي بتقدم هذا النوع من المخدرات، ولكن يعني حسب القراءات انه اللي عادة هو المدمن على المخدرات العادية اللي منتشرة ممكن اذا ما كانت متوفرة هو اللي يروح باتجاه المخدرات الرقمية، مثل ما تفضلتي انه مو اي شاب او مراهق ممكن الا اذا حدا دله عليها او حدا قال له عليها او هو فعلا مدمن على نوع من انواع المخدرات بيتجه لهذا للمخدرات الرقمية. ولكن لازم ننتبه لهذا النوع خاصة بين المراهقين والشباب، يعني مثل مثلا الدخان او مثل خلينا نقول لازم دائما يكونوا تحت المراقبة، يعني لازم ضروري يكونوا تحت المراقبة. فبيقولوا في مجموعة من الدلائل بتدل انه هذا مثلا الشاب او هذا الشخص هو عم يتعاطى المخدرات الرقمية. طيب خلينا نعرف شو هي الدلائل وشو هي اسباب الادمان الالكتروني بشكل عام برأيك؟ هلا يعني المخدرات الرقمية اذا ركزنا شوية عليها كدلائل حتى نعرف انه هذا الشاب مثلا او هذا الشخص بجوز يكون كبير بالعمر، اول شيء هو بحب الاضاءة الخافتة، لانه الاضاءة الخافتة بتعطيه هذا الجو. اذا كان مثلا فتنا على الغرفة اللي عنده بنلاقي هو مطفي كل الاجهزة الكهربائية، ليش؟ لانه هي الاجهزة الكهربائية بتشوش على الصوت تمام، فهو بيطفي كل شيء، بيعمل اضاءة خافتة بالاوضة، بيكون حاطط السماعات على اذنه ومركز، واحيانا ممكن انه يربط عيونه او يحط هيك يعني شيء ماش على عيونه لحتى يحسن يركز ويوصل لمرحلة النشوة بالمخدرات الرقمية. فبالتالي يعني نحن اذا لقينا هذا النوع ممكن يكون عنده حالة من الغموض، حس بحالة من الغموض، ببعض المراجع بيقولوا انه حتى ممكن يكون بيحب الالبس يلبس شيء هيك فضفاض مثل ما بيواسع. فهي اذا كانت موجوده ممكن احنا نحاول نراقب اكثر هذا الشخص. طيب راقبنا كيف ممكن الاهل يتعاملوا مع هلا المراهق عندهم وعم بيعاني وهو بشكل يومي يمكن يسمع الانواع من التوعيه هي كثير مهمه، والمراقبه يعني التوعيه بحال غياب الاهل عن هذا المراهق ممكن تكون رادع له، يعني شو ممكن تكون مثلا نتائجها، وين ممكن توصله، ممكن توصله لمرحله من الانتحار. هلا ممكن ببعض الحالات ممكن لاهلهم ممكن ببعض الحالات يروحوا باتجاه العلاج النفسي تمام، بحيث انه يكون في اشخاص مختصين نفسيا هن يتابعوا حاله المراهق، ممكن يلغوا الاسباب اللي هي كانت سبب لتوجهه باتجاه المخدرات الرقميه. بس يقولوا له مثلا نحن عرفنا انك انت هيك عم تسمع او عرفنا انه مثلا صار معك بيصير بيخبي عليهم يعني لازم يواجهوه ولا لازم يخبوا يعرضوه على اخصائي نفسي من غير ما يعرفوا؟ والله حقيقه انا اختصاصي تقني يعني نفسي. انا ما يعني ما بحسن كثير احكي في الامور النفسيه، عم نحاول نغطي الموضوع من الجانب التقني، بس انا بتخيل انه ممكن نوصل لمراحل يكون في شخص مختص يعرضوه عليه لحتى هو يقيم الحاله وهو. طيب هلا خلينا نرجع لك على الاسباب، شو هي الاسباب بشكل عام انه منتشر الادمان الالكتروني عند الكبار وعند الصغار بهالوقت؟ هلا انا بتخيل مثلا واحدة من الاسباب هو الملل والفراغ، يعني وقت الانسان ما بيكون في شيء يشغل وقته ممكن يتجه لوسائل التواصل الاجتماعي او الالعاب او او او
خلينا نحكي عن النوع الاول من انواع الادمان، فممكن انه يعني يروح بهالاتجاه ويحاول انه يقضي وقت ويقطع وقت على شبكات التواصل الاجتماعي. هلا اذا كان السبب الملل والفراغ، ممكن نحن مثلا العلاج يكون ب يعني خلينا نقول اعاده ترتيب الامور الحياه. مثلا انا بدل ما اقعد اشتغل على اتصفح هي مواقع التواصل الاجتماعي، بعمل نشاط اجتماعي، ممكن اطلع مع رفقاتي، ممكن اعمل شيء بحياتي، سجل نادي، العب رياضه، يعني ممكن انه يكون تمام مثلا يعني هذا العلاج بحاله الملل والفراغ بالاوقات. هلا في اسباب ثانيه مثل مثلا خلينا نقول العزله الاجتماعيه. في بعض الاشخاص اللي هن ما لهم قادرين يعني مثلا تلاقيهم اجتماعيا عندهم ضعف اجتماعي، فهدول بيلجأوا للانترنت لحتى انهم حتى احيانا بيفوتوا باسماء وهميه على شبكات التواصل الاجتماعي، بحاولوا يشاركوا، بحاولوا يعملوا دردشه، لانه هن مثلا عندهم عزله اجتماعيه، فبيلاقوا المكان المناسب هو مثلا وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى هذا الادمان يعني نحن اتفقنا انه اذا وصل لمرحله معينه اوكي ماشي الحال، بس اما اذا صار وصل لمرحله الهوس ومراحل متقدمه هون بقى بتصفي الخطورة. لازم يراجع اخصائيين اجتماعيين. دكتور نحن حكينا بكثير نقاط، هي خليني بس نوه، هي لحتى نوعي الاهل باي يمكن سلوك خاطئ ذكره الدكتور، فلازم نحن فورا ننتبه لاولادنا، واكيد رح نناقش هذا الموضوع مع يعني مع ناس مختصه لحتى نعرف وين بدهم يتجهوا الاهل بهذا الموضوع. يعني مثلا انا هذا الادمان الرقمي او شيء، اول مره المخدرات الرقميه، انا اول مره انه الجيل القديم بجوز يعني ما يعرفها تماما، انا اول مره بسمع فيها، مع انه انا كثير متعمقه بهذا الموضوع، ولكن وانا احيانا ممكن اني اتردد اني احكيها تماما لانه يعتبر تسويق او تفتح عيون. بس هون نحن في شيء بين الشباب منتشر بجوز الجيل القديم ما يعرفه، فلازم هو يعرفه، لازم يعرف انه في هيك. ولكن دكتور خلينا نحكي بنقطه، بما انه حضرتك كمان ايضا بتعطي دروس معلوماتيه الجامعة، وعندنا أنواع كثيرة من المتفوقين، من يعني ممكن يعملوا بحث، طرقتوا لمواضيع الإدمان الإلكتروني بالجامعة، خليتوا هدول الشباب هن ممكن يلاقوا حلول أو ممكن هو كاختصاص يعني ممكن نتبعه لعلم النفس أكثر من صحيح. هندسة، ولكن مشاكل الشباب بالجامعة من حيث المعلوماتية، هلأ حقيقة أبحاث أنه قمنا فيها نحن اختصاصنا برمجة وأمور برمجية، فبعيد شوي عن في من هذا الاختصاص بيسبب إدمان مثلا، يعني صار معك هيك كهندسة معلوماتية؟ كهندسة معلوماتية هلأ أنا مدمن بالطبع. ليه؟ لأنه نحن شغلنا يعني انا حقيقه وقت بوصل مثلا لمرحله اذا كانت الانترنت طافي بحس بتوتر، يعني في توتر صح، ايه بس لانه هذا عملنا يعني مثله مثل اي عمل ثاني. فهل فينا نصنفه كادمان؟ هلا ممكن هون الاختصاصيين النفسيين هن اللي يساعدونا أكثر بهذا الموضوع، انه نحن فينا نوصفه كادمان ولا هو اذا انا حسمت اني اكسر هذا الروتين طلعت منه باماكن معينه، فممكن يعني ما يكون ادمان بالمعنى الحقيقي لهذا الموضوع. نعم اكيد، وكل شيء بيستخدم باعتدال بيكون عادي وطبيعي، ودائما يشغلوا حالهم بالنشاطات الرياضيه والاشياء اللي ممكن يستفيدوا منها. شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه. يا اهلا وسهلا. اكيد نشكرك كثير، ودائما يكون اتجاهنا لنا ولطلابنا ولدكاترتنا اكيد انه نحن نستخدم التكنولوجيا بشيء يفيدنا، يفيد المجتمع ويطورنا. اكيد اتشكرك كثير، ميرسي لك المعلومات اللي قدمتها. وانا سعيد بوجودي معكم وبتشكركم على اللقاء. اهلا وسهلا. وهلا ليا حننتقل لمكتبه الاسد وحوار خاص حول الحمله التي اطلقتها وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، التفاصيل بالماده التاليه. اقيم في مكتبه الاسد لقاء حواري حول الحمله وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل تحت عنوان ايام الاسره السوريه، بالتعاون مع وزاره الاوقاف وبحضور عدد من ممثلي الجمعيات الخيريه والمجتمع الاهلي. عملنا هذا اللقاء لدعم هذه الاسر كونها تشكل النواة الأولى في المجتمع، النواة الأولى كل فرد فينا ينطلق من الأسرة. الأسرة هي عبارة عن معهد صغير
للبنية لأي مجتمع. عندما تصلح الأسرة، عندما يصلح الفرد، يصلح المجتمع بأكمله. فعالية من ضمن الفعاليات للحملة اللي عم تقوم فيها أو بتقودها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهناك يعني نوع من طلب الدعم من كل الجهات، لأنه القضية هي قضية مجتمع. الأسرة هي مسألة مجتمعية، الكل مفروض يشتغل ويساهم فيها. نوع من التذكير، نوع من شحذ الهمم، نوع من تنسيق الجهود للعمل على كل ما يتصل بدعم وصون وتمكين الأسرة السورية في المجتمع السوري. فعلا نحن اليوم كمجتمع أهلي بحاجة لهالمبادرة هاي، بحاجة لإحنا يكون في عنا التماسك المجتمعي والتلاحم المجتمعي، لنحسن نحن ننهض بالأسرة السورية لتكون أسرة منتجة، أسرة قادرة على كفاية نفسها بالعلم، بالمعرفة، بالثقافة، بالعمل، تحسن تكفي حالها وتكون تستغني عن سؤال الآخرين. إحنا هي رؤيتنا إحنا كجمعيات أهلية. الهدف من اللقاء تعزيز وصون مكانة الأسرة السورية واستنهاض دورها وتعزيز المواطنة والقيم الأخلاقية. أثرت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي في التواصل الأسري والاجتماعي وعلى العلاقات الإنسانية، إلى جانب تأثيرها في مهارات التواصل الاجتماعي المباشر لدى كثير من أفراد المجتمع. راح نناقش أكيد هذا الموضوع مع الأخصائية الاجتماعية والنفسية ياسمين الشلبي، دكتورة بالعلم الاجتماع على علوم الارشاد والتنمية. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتورة ياسمين، يسعد صباحك. بالفقرة اللي قبلك كنا عم نحكي مع الدكتور المختص بالقسم المعلوماتي عن الانترنت، عن ادمان الانترنت، وتطرقنا لمواضيع كثيرة هي بتخص الشباب، ونوهنا لمواضيع نحن يمكن كثير بنشوفها او بنحسها لدى المراهقين، بس ما بننتبه انه هذا الشيء ممكن يسبب إدمان، ممكن يسبب حالات من الانتحار، ممكن يسبب حالات فوضى نفسية عند الشباب المراهقين. بالبداية خلينا نحكي عن أبرز المشاكل النفسية اللي بيسببها إدمان الإنترنت، وشو هي النقاط اللي نحن لازم ننتبه لأولادنا عليها. تمام، سعد صباحك. صباحك. أهم شيء نعرف أنه هي الوسائل قديش هي عم تأثر على عوامل التنشئة الاجتماعية بشكل عام، اللي هي الأعلام، اللي هي دور العبادة، اللي هي المدرسة، اللي هي الأصدقاء، اللي هي الأسرة، اللي هي أهم عنصر للتنشئة الاجتماعية يلي عم يأثر على هدول الأطفال والمراهقين بانحسار دوره كهي عنصر فعال لتقدر تدعم تواصلهم الفعال، نموهم الاجتماعي الصحيح، وتأديهم لمرحلة التعلم الاجتماعي اللي يكونوا فيها فاعلين غير منفعلين. فنحن حنشوف كتير أكيد أشياء سلبية عم تأثر هدول الأطفال والمراهقين، وبيجوا الأهالي بيحتجوا أنه نحن مثلا ابننا صار عمره 10 سنين فما فوق، فنحن كتير متضايقين أنه ما عم بيرد علينا. هو مو بسبب وسائل التواصل ولا بسبب انه في قاعد فتره طويله عليها، لا، لانه بهذا العمر في بناء شخصيه جديده لهذا الطفل، حينتقل فيها من مرحله لمرحله ثانيه، هي المرحله حيستمد قدوته من اصدقائه وليس من اهله. فعمليا نحن المفترض بالمرحله الاولى نكون معززين القيم كاسره بشكل جدا جيد، جدا قوي، لحتى يقدر هو يطلع على هذا العالم الخارجي ويكون فعلا ما عم بيتاثر بالتفاصيل المسيئه من وسائل التواصل اللي هي بالعناصر السلبيه. هلا فقط انا عم بحكي على العنصر السلبي، لانه اكيد وسائل التواصل لها شيء ايجابي كمان كثير قوي باستخدامنا لها نحن. فنحن مثل ما سبق وحكينا بالمره الماضيه عن الإدمان وعن الاكتئاب، وحكينا عن موضوع الوسائل، وسائل التواصل، نحن عم نكفي لأنه في واجب مجتمعي. يعني نحن هلأ موجودين بشيء اسمه وباء صحي نفسي وعقلي، يعني وباء كبير. فنحن المفترض نضوي كل حدا من منبره على هذا الشيء. حيرجع يقولون الناس أنه معقول لسه عم نحكي بقصة التواصل وأنه موضوع مكرر؟ موضوع مكرر لأنه زاد الاحتياج له. ليش؟ كونه نحن موجودين بأزمة إضافية عم تزيد علينا، فالناس عم تلتجئ أكثر لوسائل التواصل للانتواء تماماً، للعزلة. العالم يمكن أغلب العالم هي وقتها فاضية، هي بحالة من الفراغ، يعني بحاجة أن تملي وقتها، فهي عم تتجه إلى مواقع التواصل تماماً. الاجتماعي أو الانترنت بشكل عام. تماماً. بهالحالة عم تغيب الثقافة العاطفية،
عند الاطفال وضمن الاسره الواحده، وعم بتزيد الحالات السلبيه اللي ممكن نلاقي منها على الانترنت مثل التنمر، ممكن مثل التحرش. فعم بيكون هذا الطفل او المراهق متلقي سلبي، ما له فعال نهائيا. تمام، خلينا نعرف اكثر تاثيرها السلبي على العلاقات الاجتماعيه بشكل عام، سواء بالاسره ولا خارج الاسره ولا حتى مع العائله، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تماما، هلا اذا بدنا نبلش بالمحور الاول واللي كثير بحب احكي عنه اللي هو الاسره كدليل فعال، نحن بلشنا على المنصه التربويه نطرح شيء اسمه التعليم المنزلي. التعليم المنزلي للام يلي هو انا ما بلش بس اعطي لقي هذا الدرس للطفل ويكون بس هو هيك عم بيتفرج وايه ولا، نحن صار في نعلم الام والام تكون هي عم بتعلم الطفل لتكون اقرب ولنقدر نوصل هذا التفاعل بشكل جيد. الاسره المهم انه هي تكون كاب وكام عم بيوصلوا الاشياء كتربيه والديه بشكل جيد. ليش؟ لانه هذا الشيء رح ياثر على نموهم للاطفال النفسي ورح يحدد نوعيه الاضطرابات اللي ممكن يلاقوها مستقبلا بحياتهم، وبالتالي حيأثر على تشكيل هاي الشخصية تبع الطفل أو الفرد أو اليافع اللي أنا موجودة عندي. يعني نشرح أكثر، يعني كيف ممكن يتعاملوا هنا مع طفل؟ تماماً. إمتى ممكن مثلاً يخلوه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟ إمتى لا؟ وكيف هم لازم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي أكيد بشكل معتدل؟ خلينا نعرف هيك بشكل. تماماً. يعني تحرم ابنها من الموبايل وهي ماسكة الموبايل 24 ساعة. هي أو تعطي أو تعطي يوم بالأسبوع وهي 24 ساعة. تمام. هي اخطر نقطه، انه انا اذا بدي اطبق قانون ونحن معتمدين انه نطبق وثائق اسريه، انه انا عندي وثيقه من الساعه كذا للساعه كذا لازم اعمل هيك، او كنظام منزلي، بيفقد كل فعاليته بالنقطه اللي ذكرتوها حضراتكم. لانه اذا انا ما عم طبق حده لهذا الطفل فالطفل ما رح يستجيب، الطفل بيطبق اللي انا عم طبقه مو اللي انا بحكيه. فعمليا عندنا الفجوه زادت بين الاباء وبين الابناء، صار في انه انا ما بقى رد، انا ما بقى اتواجد وقت اللي بدك، انا في عندي عالمي الخاص اللي انا بقدر احكي مع مين ما بدي، في حريه، في سريه، في انتماءات متعدده، في بلدان كتير، في ثقافات مختلفه واعمار مختلفه. فانا المفترض اني اشتغل على موضوع التقطير بقانون. كيف يعني؟ يعني انا بعرف انه طفلي عنده كورس مثلا الساعه 3 او عنده مدرسه الساعه 8، بعطي قبل بنص ساعه. تمام. بعرف انه خلص هو الساعه 8 رح يطلع، فانا ما رح يقعد اكثر من 8، بقطر الوقت بنظام حاد وحازم لحتى هو يمشي يقطع بهي المرحله. طيب بس يرجع من المدرسه عنده وقت طويل بالبيت، كيف كم ساعه ممكن تعطيها؟ بدي اوضح له، لا مو على عدد الساعات حكينا فيها بالجزء السابق، بس اللي بيهمني اني انا اوضح له وعي. يعني انا ما بدي يكون انه مثلا لعب لعبه الكترونيه وصل للمرحله 12 وانا عم له برافو عن جد شطور انت، انا عم شجعه على شيء سلبي وعم عزز شيء سلبي. الشيء اللي لازم اعمله عزز بالانشطه المنزليه. اي شيء يعني معلش اعطي له وقت ساعه الملموسة. تماما. شيء بجنينه البيت، اذا في ما في بيت بنجيب حوض على البلكون حطه واشتغل انا وياه، موضوع الزراعه، موضوع كل شيء منزلي وبسيط. الاهالي بتفكر انه بدنا انشطه، بدنا اشياء تكاليف باهظه، الفكره ما انا هيك ابدا، الفكره بالقرب من هذا الطفل. فانا اول شيء بشتغل على موضوع الانشطه، ثانيا بعزز عنده النشاط اللي بيناسب ذكائه. بس نحن هلا بوقت وبفتره ضغوط نفسيه كثير كبيره حتى على الاهل. تمام. اكيد ما حيكون لهم خلق كل الاهل يعطوا وقت ل هي المشكله، او يخترعوا نشاطات هن وياه، لو النشاطات هي بسيطه بس الواحد مضغوط يعني ما عم بيقدر يعطي لابنه. تماما. فمشان نحن بدنا نناقش نحن بهذا الوقت. تماما. يعني مو نناقش بشكل عام بالفترات العاديه، بدنا بهذا الوقت هو بالضبط. المفترض انا كام او كاب انا اضغط على حالي وخصص وقت معين لهذا الطفل، لانه هذا مو ذنب اصلا. هي على الصعيد النفسي هذا بتلعب ابنها او هي كمان بترد لها بالطبخ بالعجين بهدول القصص، هي كمان اشياء بسيطه بترتاح. خلينا ننتقل الى العمر الاكبر وعمر الشباب وعمر المراهقه. عم نشوف مثل ما ذكرت بالبدايه، عم نشوف كثير من الالعاب يلي عم تؤدي الى الانتحار عالميا، عم نشوف انواع من ممكن الادمان على الانترنت عم يودي الشباب بمكان مختلف عن تربيته، عن عاداتنا، عن تقاليدنا، عن كل شيء. اليوم نحن هذا المراهق
ما قدرانين نسيطر عليه ولا قدرانين ولا الأهل يمكن فيهم يمونوا عليه 1%. ولكن اليوم خلينا نعرف نحن كيف نتعامل إذا لاحظنا سلوك غلط. هو أكيد رح يرفض أنه يرد علينا، رح يمكن يتبع أساليب أخرى بالمخفي عن أهله، حتى لو خضع يعني خلينا يروح إلى مرشد أو طبيب نفسي ما حيقبل. نحن شو دورنا؟ شو لازم نتصرف؟ دورنا كمين؟ كأهل. كأهل تمام، دورنا كأهل المفترض أنه كأم كأخت كرفيقة كأي كأعضاء من الأسرة تماما. أكيد. السؤال نفسه اللي حضرتك ذكرتي يعني هو الجواب مشترك بين الاثنين. تمام. مشان ما أنسى الفكرة هون أنه أنا أشتغل مثل ما أنا بدي حدد قبل ونقص الساعات تدريجيا لأقدر أوصل معه لحوار. ما فيك تموني عليه وشب مراعي في أنا فيني أعمل شيء اسمه حوار فعال، يعني أنا بوصل معه لنتيجة. كيف؟ يعني أنا بدي منك مثلا يا أحمد 1 2 3، أنت شو بدك مني؟ شو الشغلات اللي أنت مضايقتك فيني؟ تمام. حيقل لي 1 2 3، طيب أوكي تعال نلاقي حل مشترك. أنا الأولى بقدر ساوي منها جزء بس ما بقدر ساويها كلها. تمام. أنت شو بتقدر تساوي؟ بضل بوفق بين وجهات النظر. على فكرة هي عملية ما لها سهلة نهائيا، ما لها سهلة وما بتنحكى لفظيا، بس بالتطبيق ما في حدا ما في يستوعب عليك. ليش؟ لأنه أصلا معدل الذكاء عند الصغار هو أعلى من معدل الذكاء عند الكبار. يعني عمليا أنا بس بدي المفتاح، المفتاح هو ذكائه. شو نوعية ذكائه؟ شو الخطة اللي أنا فيني فوت عليها لهذا الطفل أو هذا اليافع؟ تمام. فمن هون انا بنطلق بدي اوضح له انه انت لما عم تقعد هي الساعات الطويله في اعراض جسديه واعراض نفسيه. هي المره الماضيه ما كتير حكينا عنها وتطرقنا لها، انه شو بيصير معك؟ حيصير معك 1 2 3، حيصير في عندك مشاكل صحيه بظهرك برقبتك بطريقه تفكيرك النفسيه، حتصير انت عدواني، حتصير متنمر اذا انت ضليت على 1 2 3. طيب انا ما عندي شيء اعمله وكيف بدي ضيع اذا سكر كل الطرق وما لقينا ولا حل كأهل وما عرفانين نتصرف، اكيد بدنا نستشيرهم بقى مرشد ويعطينا اساليب. لانه في علاج اسمه علاج سلوكي معرفي، في العلاج المبطن، في العلاج الجدلي. العلاج المبطن نفسه هو العلاج الوهمي. في عنا ممكن يحتاج عقاقير طبيه، يعني انا ما بعرف لوين ممكن يوصل هذا ادمانه لهذا الطفل. فالحالات مختلفه، الحالات الفرديه مختلفه، ما فيني احكم على اي حاله هلا الا ما اشوفها واشوف شو بيئتها، كيف تربى، شو القيم اللي عنده، مين المؤثرين السلبيين بحياته، أب أم، يا ترى في طلاق في انفصال، شو الشغلات اللي هو موجودة ضمن البيئة. يعني في ملف عمليا نفسي للطفل واليافع أو المراهق لحتى نحن نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها. بس إضافة للشيء اللي كنا عم نحكيه، نوضح انه في رسائل عم تنبث خلال وسائل التواصل هي اثرها سلبي، يعني عم تاثر على اللاوعي. كثقافه مثلا اذا بدنا نجيب مثال الثقافه الهنديه والتركيه كيف دخلت على الصبايا، والصبايا حطت المثل لها بواحد 2 3 ما بتنازل عن هي الاشياء. الحياة العملية شيء تاني، أكيد بدها أساسيات ومطلوبة، إنما في شيء تاني. مو كل شيء حتلاقيه هون حتلاقيه بالواقع. مشكلة المراهقين والشباب عم يشوفوا ستوريات لأشخاص حياتهم مختلفة عن حياتهم هن الواقعية. تمام. هذا الشيء عم بيدخلوا فيه المراهقين لمود اكتئاب، لعصبية، إنه ليش أنا مالي عايش عيشة منيحة، ليش هدول عايشين أحسن مني. خلينا نحكي دور الأهل أنه يقنعوا أولادهم أنه كل واحد يعيش بس ينبسط بالأجواء اللي هو فيها، ينبسط بقدرته المادية لو هي بسيطة. فينا حلو السؤال، يعني فينا لو بجزء بسيط نقدر ننبسط نحن بحياتنا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تمام. هون بيصير في جلسة كتير حلوة بين الأهل وبين الطفل أو الفرد اللي هو موجود أو اليافع، أنه أنت شو الشغلات الإيجابية يلي بتلاقيها ضمن عائلتنا، شو الشغلات اللي بتحبها؟ حيذكر واحد ممكن ما يذكر ولا واحدة إذا ما بحب شيء. تمام. هيك هذا الجيل اللي كتير خطير صعب عن جد. بس بنفس الوقت صدقيني في اشياء كتير ممكن نقدر نفوت عليها ونكون قراب منه نتيجة عملي واحتكاكي المباشر معهم. يعني إذا نحن بدنا نقول إنه عطينا الإيجابيات عطانا هذا اليافع لنفرض 2، عطينا السلبيات طلعوا 10 20. تمام. أوكي. طيب شو رأيك نعمل خطة زمنية عنا هذا الأسبوع؟ تمام. شو رأيك نشتغل سوا على السلبية يلي موجودة؟ كيف فينا نحسنها؟ هون شو بكون عم بعمل أنا؟ بكون عم بعطيه مهارة تفكير. أدوات التفكير هن 60 أداة. عمليا إذا بلشت أشتغل مع هذا اليافع أو هذا الطفل بهيك شيء فهذا شيء كتير عظيم. أنا عم بعطيه آليات، إذا ما كنت موجودة تعرف تلاقي الحل، تعرف تستخرج، تعرف تعاير، تعرف تطلع نتيجة.
تعرف شو السبب اللي أدى لهون. طيب أحيانا في ظروف لعائلات ما في إلى حل، يعني مثلا في حالة انفصال أو عدم اتفاق أو طلاق، بس الطفل متأثر أو اليافع متأثر، منورجيه انه فعلا الحياه ما لها ورديه بالكامل، نحن حيكون في عنا جزء ناقص، حنعوض. والمفترض انه نحن نضلنا اشخاص متزنين متوافقين نفسيا وعقليا، يعني هي مهمه الاهل. فعمليا لما انا بخل كاب او كام فالمشكله مني، مو المشكله من اليافع، صدقوني مشكله من الاب والام. اذا نحن بدنا نحكي عن هذا المثال، لما انا بدي ضلني جيش هذا الطفل على الطرف الثاني واعطيه سلبيات، وانا بعرف بهالوقت يعني كثير هنا عم بيحكوا الطرفين عم بيحكوا على بعض بشكل سلبي تماما، والولد عم بيكتئب وعم بيصير معه عزله اجتماعيه مشاكل حتى بالمدرسه فضيعة. بيصير ما بده يحكي مع رفقاته، ليش هم عندهم اب وام طبيعيين وانا ما عندي، يعني هي مشكله حقيقيه. فالمفترض تضل هون يعني قدر الامكان، انا ما بدي احكي شيء مثالي، قدر الامكان نطلع بطريقه يعني شوي راقية قدر الإمكان وحضارية لهذا الطفل اللي نحن جبناه وقررنا أنه نجيبه على هاي الدنيا، يكون على الأقل شوي متوازن. أكيد في فجوة بس نحن عم نعرف نتعامل معه، ما نسي، منعرف الأب أو الأم عنده أخطاء ما نجيشه لهذا الطفل. أوكي في شغلات حلوة وفي شغلات لا، بس أنت كمان مثلا شطور بالمدرسة أو عنده موهبة كتير حلوة منعززها، يعني هاي الأشياء كتير بتضيف للطفل. وفي دراسات كتير طلعت على قصة التخفيف من وسائل التواصل اللي تذكرتها، كتير حلو انه تنعمل بشكل بسيط عنا بواقعنا. انعملت بالجمعية العام الملكية ببريطانيا العامة، ساووا وقتها شهر سبتمبر انه يكون بدون وسائل تواصل، اعلنوا عن شهر كامل. يا ريت تصير عنا، ما نقدر ما رح نقدر. كان كتير ظريف تأثيره، وضحوا انه انتم حترتاحوا، ما عاد يصير في عندكم ارق، العلاقاتكم الاجتماعيه حتكون اوسع، رح ترتاحوا رح تكونوا بحاله اتزان. فالناس استجابت وحطوا بدائل. هون الفكره انا هي اللي بدي اوصل لها، اللي ما بيقدر ابدا، مثلا انا شغلي 3 ارباعه الكتروني، مستحيل اقدر انا سكر على الاخر الا اذا انا بدي ارتاح ولاغي مواعيدي. تمام، شو اللي بيصير؟ اللي بيصير انه لما انا بخفف وبعطي بدائل، انه مثلا ممنوع استخدامها بعد الساعة 6 المساء هاي الوسائل، ممنوع انه بفترة الفترة النوم قبل النوم انه نستخدم، ممنوع ندخل هذا هاي الوسائل على غرف النوم. حتى الطفل من قطره انه ممنوع تدخل من غير اللابتوب، بصير اصعب عليه لانه الموبايل اسهل. فانا بصعب الطرق بدون ما يعرف انا شو عم بعمل، بدون ما يحس انه انت كشفتيه لهذا الولد. ودائما لازم طبعاً عن جد نبلش مع اطفالنا اللي هن بعمر صغير، لانه بس يكبروا بتصير اصعب واصعب، وهي المشاكل اللي عم تجي الحياه وتعزيز العلاقات الاجتماعيه والزيارات مع القرايبين مع الاهل ما في احلى منها. عن جد أكيد يعني أكيد. نحن يمكن من قبل ما كان في كتير انترنت، يعني كنا مكيفين زياره تيتا، زيارة القرايبين هي يمكن أحلى 100 مرة من هلا من هذا الوقت اللي هو صار وراء الكاميرا. أكيد بس ما مننكر إنه كمان وسائل التواصل حلت مشاكل كتير كبيرة أكيد، إنما المشاكل اللي عم تحكي عنها كطفل أغلب المشاكل اللي عم تتعلق بهذا الموضوع عم تكون ملكي جيتو، يعني تخيلوا العمر قديه خطير. بس إضافة للشي اللي عم نحكي، أنا حابة نوح على قصة كرمال يستفيدوا الأهل. في عنا كتاب اسمه الثقافة العاطفية، تمام، هذا الكتاب رائع جدا. ومن وين فينا نحصل عليه؟ من المكاتب موجودة، الكتاب لجيمس بارك ومارلين تيو، هو بمكتبة جرير موجود. يلي مو قادر انه هو يشتري فيني اعطيه الخلاصة، انا يعني انا من منبري بقدم الخلاصة بشكل تطوعي لهدول الناس. في عنا كتاب اوقف التنمر، تمام، اللي عم يصير اهم التنمر الالكتروني، كيف بدي ساعده ما يصير في ابتزاز، ما يصير في تحرش، كيف انا دعم الثقة اللي موجودة عنده لما يوصل لهي النتائج كمان لنفس المكتبة. فبتمنى انه الاهل تطلع، وموجود في منه الكتروني، نسخ الكترونية، وتستفيد من هاي الاشياء لانه رح تعزز اكيد علاقاتها مع اطفالها مع اليافعين، رح تخفف من هاي الفجوة لانه بتضل هي المرجعية الاولى لتقييم السلوك كأسرة. اكيد مواضيع كتير مهمة، واكيد الحديث معك ما بيخلص، استفدنا كثير من المعلومات اللي حكيتيها اليوم، وبنشوفك بحلقات قادمه. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لك دكتوره ياسمين شلبي، اهلا وسهلا فيك. خلي لي اياك تبعك. محطتنا التاليه يا ليا من المركز الثقافي العربي في كفر سوسه، الذي احتضن نشاطا فنيا تضمن معرض رسم ولوحات فنيه، متابعه بالتقرير التالي.
خلينا نروح إلى حلب، حيث انطلق في كنيسة الصليب المقدس في حلب معرض للأشغال اليدوية بمناسبة اقتراب موعد عيد الأم والمعلم وعيد الفصح، والذي يضم أكثر من 30 مشارك. وشمل المعرض عروضات وأشغال يدوية. خلينا نروح ونتابعها سوا مع مراسلنا مصطفى كوسا. بمناسبة اقتراب موعد أعياد المعلم والأم وعيد الفصح المجيد، انطلق في كنيسة الصليب المقدس معرض الأشغال اليدوية الذي يضم أكثر من 30 مشاركا، حيث شمل حرفا يدوية ورسومات وصناعات متنوعة بهدف تشجيعها، إضافة لتقديم الدعم للمشاركات. ولاقى المعرض إقبالا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما يحويه. هالمعرض بيتضمن صناعات يدوية، فنون تشكيلية، رسم على الزجاج، رسم على اللوحات، بتظهر الفن التشكيلي. هدفنا بهالمعرض استقبال هالسيدات وهالرجال، تشجيع الصناعات اليدوية، وأيضا تركيز على دور المرأة، دور المرأة في العمل. شيء حلو، كلها أشغال يدوية وكلها شيء حلو، يعني شغل نسائنا بحلب، يعني هن كتير عندهم هواية، عندهم موهبة. المشاركون أكدوا أن المعرض يهدف للتعريف بمنتوجاتهم وتسويقها، كونها احتاجت للكثير من الجهد وعكست الجمال والفرح. هاي مشاركة تانية لإلي، يعني كمعرض تاني. أنا بلشت بشغل الشوكولا وشوي شوي تطورت إنه صرت أعمل علب يعني من كرتون. أنا بشتغل بالصبار والشوكيات، حبيت أشارك بهالمعرض مع إنه هلأ جايين على العياد، منهم عيد الأم، عيد المعلم، وأكيد عيد الفصح. هذا الشيء حبيت إنه أشارك بهدول المعارض لأنه بساعدوني حتى يكون في عنا دعاية وتسويق أكثر. حبينا نشارك لنعطي شوية فرح، لنرجع شوي البسمة. حاولت تكون الأسعار مدروسة بحيث أنه تناسب كل شرائح المجتمع، ما يكون في أنه قطع غالية. وتهدف هذه المعارض التي تقيمها كنيسة الصليب المقدس إلى دفع أصحاب الحرف والمهن اليدوية المنزلية إلى الاستمرار بأعمالهم، حيث يستمر المعرض لثلاثة أيام. للأخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب. يعني سمر قديش حلو انه نحن لما نروح ندور على هدية نلاقي هدية بتخص الشخص، بتخص روحه، ومعمولة من روح حدا يمكن مستخدم ساعات كتير كبيرة من وقته لحتى ينجزها. كتير قصص حلوة بإعادة التدوير، الأعمال اليدوية اشتهروا فيها سيدات سوريات وأثبتوا جدارتهم ويمكن أثبتوا مكانتهم بالمجتمع. رح نحكي أكثر عن مهنة الأعمال اليدوية، رح نشوف أعمال حلوة جاية يمكن من ساعات عمل طويلة، ولكن لازم نضوي عليها اليوم. بسرنا نرحب بضيفتنا لليوم مع ولاء معراوي. أهلا وسهلا فيك ولاء، صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيك. بالبداية ولاء، خلينا نحكي عن بدايتك لحد اليوم وأهم القطع كمان يلي بتصنعيها. بلشت بال 2017، اول شيء بلشت بالزينه تبع الولادات، بعدين بلشت بالدفاتر والاقلام للمدارس يعني، وبعدين بلشت فوت بمجال الدمى اللي بتحكي عن الشخصيات يعني. نعم، يعني نحن عم نشوف كثير من المجسمات مثل ما شايفين على الكاميرا، ولكن خلينا نشرح شو هي المواد يلي بتستخدميها، شو هي المواد يلي جربتيها انه هي بتضاين. هلا ممكن انا سالتك عن هي وهي، طب انا اذا بدي اخذهم قد ايه بيعيشوا عندي بالبيت، شو هي المواد المستخدمه؟ تمام. هلا الشكل الداخلي من الفلين والاسلاك والخشب والايفا، كله من برا ايفا. تمام. ممكن ايامات عم نضيف القماش على الثياب من برا، مثل الجينز والكنزات القطن. تمام، هيدي الدكتور اكيد. تحيه لكل اطباء سوريا اكيد. المجسم كثير حلو ومعبر بهذا الوقت. تمام. خلينا نحكي كيف خطرت ببالك هي الفكره، وقديش اخذت معك وقت وجهد؟ بالبدايه كنت اشتغل سلال ورد اول شيء. تمام، مثل فازات وهيك.
ايه ايفا هاي ايه تمام ايه بس كمان بدي اوضح شغله انه هي صالحه انه نغسلها بالمي كمان يعني الالوان اللي على وش الدميه ما بتروح بالمي هي يعني الوان عادي. اكريليك ايه يعني عادي تنغسل بالمي ايه وقديش قلتي بتبقى وقت ايه خلاص انت طول مو صامطيه ما بتخرب ما بتخرب لا ما بتخرب حتى يعني انه اذا توسخت من الغبره وهيك فينا نغسلها بالمي الالوان اللي على الوجه ما بتروح طب قديش اخذت معك وقت وجهد وشو خطر ببالك هاي الفكره هو بالاساس انا شفتها على اليوتيوب شوي شوي تعلمت قديش تاخذ معك وقت شغله تنفيذها ايه تقريبا 5 ساعات او 6 ساعات اه حلو يعني ما وقت كتير كبير ايه. ليكو هالطباخ شو مخزوم حامل بيتزا هي صينيه بيتزا وله دقن كمان خلينا كمان نحكي في شيء هون حديد ايه. اجري او شيء لا الرجلين خشب الايدين اسلاك هلا هذا ما بيحرك ايديه بس الدكتور بتحرك ايديها لانه ايديها اسلاك بس هي بتتحرك ايديها اسلاك الدكتور اوكي تمام ممكن حدا يجي لعندك يقول لك انا بدي هذا الشكل هذا المجسم هيك الالوان كذا ممكن تنفذي اي فكره لاي حدا تمام. ممكن يجي تمام. لعندك وقديش ممكن ياخذ منك وقت اي مجسم عادي اكثر شيء 5 ساعات 6 ساعات اكثر من هيك لا يعني يمكن يعني اليوم بيطلبوا الطلب ثاني يوم بيكون المجسم جاهز تمام. يعني كتير في عنا أفكار ممكن نستفيد منها ولكن خلينا نحكي نحن اليوم إذا عنا رسالة للأعمال اليدوية لكل صبية حابة عندها موهبة بس ما أنا عرفاني من وين تبلش كيف فينا ننصحها وندلها إنه هيك مجسمات ما بتاخد وقت كتير وهي تمام. كتير مرغوبة يعني ايه تمام ايه عادي أنا من اليوتيوب تعلمت يعني ما تعلمت لحالك انت تعلمتي ايه. على اليوتيوب يعني ما قعدت دورات تعلمتها من على اليوتيوب وبلشت نفس شوي شوي بلشت طوي هلا حابه اطور الشعر حط بدال الايفا شعر حراري اه اوكي وبعدين يمكن منك لحالك بتصيري انت تبدعي بموديلات ايه. جديده ايه بعيدا تمام. عن الانترنت هو وقت بيجي زبون بيقول لك انه حطي لي ذوقك هون بتبدعي اكثر يعني وقت بيقول لك انه ساوي لي الدميه مثلا انه خطيبتي بتشتغل هيك بس ساوي على ذوقك ايه بتحطي كل ذوقك فيها تمام بتبدعي على كيفك كثير مهضومين هلا في عنا هدايا لعيد المعلم تمام. هدايا عيد الام هلا لعيد المعلم جهزت تمام خلينا نشوف شو مجهزه أوكي. هذا الدفتر والملقط ايه تفضلي تبين الملقط وفي هذا القلم تبع الورده كمان هذا لعيد المعلم هذا لعيد المعلم هي الورده تمام. هي قلم بس تفكيها بتصير قلم يعني كمان ممكن اي حدا يقول لك انا بدي هذا اللون هيك بدي شكل لاستاذيو ايام بيعطوني صوره من النت وانا بنفذها نعم ولا يعني حضرتك ما عندك محل انت عم تسوعي لغراضك على السوشيال ميديا ايه. يعني اليوم كان كتير موضوعنا عن السوشيال ميديا قد هي يمكن الى قصص سلبيه لاطفالنا لشبابنا ولكن هون اليوم عندنا نموذج انه عم تسوقي لبضاعتك ايه لاعمالك اليدويه عبر الانترنت خلينا نحكي اليوم قديش الانترنت مهم انه هو يوديكي ل لعالم مختلف هو بحر واسع يعني. يمكن ما بقدرتك تفتحي محل او انا بقدرتي افتح محل صار في مجال انه نسوي اغراضنا عن الفيسبوك ايه تمام هو الحلو انه وقت بتعرضي شغلك بالشام بيطلبوا منك مثلا بالمحافظات عم تشحني لهم ايه تمام عم يعلقوا بنقطه هلا مثل هي الدكتوره رايحه على جبله اه رايحه على جبله حلو ايه. خلينا نحكي اقبال كيف الاقبال عم بيكون هلا هو الاقبال اكثر شيء على الدمى اكثر شيء على الدمى يعني انا اشتغلت هدايا عاديه واغراض اطفال واشتغلت زينه للولاده بس اكثر شيء بيقبلوا على الدمى غريبين لانه مهضومين عملتيهم هيك بطريقه مهضومه زينه الولاده خلينا نشوف في عربيه هي فينا نحط فيها شوكولا بس قبل شو هي هي هيك عباد الشمس يعني هاي فينا نحط فيها شوكولا ايه تمام حتى بعمل البيبي. اسم البيبي بعمل اشكال للبيبي تمام يعني انه هي مصنوعة من الخشب فينا نحط وهي كمان هون عنا اسم البيبي لكل حدا عنده ولادة واو ولعيد الام شو في عندك افكار جديده ان شاء الله مخبيين شغلات حلوه انت ممكن تعرضيها اذا الله راد هلا يعني ان شاء الله بنص الشهر
بنص الشهر حتعرضي افكارك ان شاء الله. الله رب. خلينا نعرف شو اللي بيميزك عن غيرك، يعني شو اللي بيميز قطع ولاء اليوم برايك، شو هي بصمتك المميزه؟ هو الهاند ميد. لا في كثير صبايا بيشتغلوا دمى، بس هو الهاند ميد بتحسي مثل البحر، يعني انه كل صبيه لها لمستها الخاصه. تمام. يعني ما بتحسي انه يعني في كثير صبايا بيشتغلوا دمى، بس كل وحده لها لمستها الخاصه، يعني بتحط فنها بقرنه مميزه. قد ايه صار لك ولاء؟ من 2017. برافو. وصار عندك زباين وصار عندك ناس بتعرف شغلك وبتقلك وبتوصيك؟ ايه في كثير زباين يعني بيستنوا من المناسبه للمناسبه مشان يوصوني. هلا بهالظروف الصعبه ممكن اي حدا مثلا يحب يشتري، كيف عم تلاقي الاسعار؟ اسعارك هي مقبوله؟ ممكن اي حدا يقدر يشتري ولا لا؟ تمام. لا عندي الغالي الرخيص الوسط، كل واحد على حسب المواد كمان. يعني ممكن واكثر تكلفه بتجي تكلفه الدميه ممكن يقول لك مثلا انا معي هذا الرقم بس بدي مثلا مجسم صغير، ممكن بشتغل له على طلبه. بعمل له مثلا شكله مفاتيح صغيره بس دميه، يعني بتكون هي تمام. بتكون حجمها صغير. المفاتيح خلينا نشوفهم. ولا تفضلي. ارجيله وشنطه. تفضل. كمان الارجيله هاي البرتوكلي. تمام. انت بتحبي الارجيله بنفس الحجم تبع الارجيله بنعمل الدميه. تمام. كثير مهضومه كثير حلوه واكيد الاقبال عليها كثير. صبايا كمان برتوكلي. هي انت بتقصقصيهم وبتعمليهم؟ تمام. يعني بتعمليهم انت بتخترعي الموديل صح؟ ايه تمام. وكيف بيخطر ببالك الفكره؟ في حدا بيدعمك بالافكار؟ دائما اي شخص فينا عنده حدا دعمه باي شيء، سواء بالافكار سواء بالشغل سواء باي شيء ممكن يعمل. هلا من جهه الافكار رفقاتي. تمام. كل واحد عنده فكره بيعطيها للثاني. رفقاتك. وكيف وقت الشغل؟ يعني انت قديش مثلا بتقضي وقت؟ انه مثلا خمس ساعات بتعدي. خمس ساعات ما بعدهم متواصلين طبعا. تمام. ما بعدهم متواصلين يعني ممكن تستني لينشف. هلا مثل الوجه يعني كثير صعب لانه كل لون بده وقت لينشف، كل ما بتحطي لون على البشره كمان بدك تستني كمان لترجع تنشف، يعني مو كلياتها بتصنعها بنفس الوقت. طيب ممكن اشخاص مثل ما قالت لي ما بيكون عندهم هواية بسيطة، عم تساعدي أشخاص ليتعلموا ولا أنت لحالك يعني هي القصة؟ لا مبدئيا لحالي. مبدئيا لحالك. ولكن ما عملتي هيك جمعة صبايا رفقات إخوات؟ بلا بس يعني أشخاص بعرفهم على الفيس. تمام. أكثر شيء بتحبي تصنعي؟ دائما مثل ما قلت كل حدا بيحب شيء معين، يعني ممكن بهذا الشيء هو يبدع فيه. انت مثلا ممكن عم تصنعي شيء تكوني انت كثير مبسوطه، يعني طالعي كل ابداعك بهالقطعه. مظبوط. واحكي لي على اكثر قطعه من لما بلشتي يعني كان لها اثر كثير كبير، يعني وهي اللي حولت طريقك كله خلتك تتجهي لهالمجال، يعني من 2017 لليوم. شو هي القطعه؟ كيف صنعتيها؟ وهلا بهالوقت شو اكثر قطعه بتحبي تصنعيها؟ القطعه الاولى اللي صنعتها كانت مجرد صدفة، صنعت باقة ورد لرفيقتي ومن وقتها انشهرت. كل ما واحد بده قطعة عيد ميلاد بده عنده مناسبة بيحكي معي، بس أنا بالأساس بلشت بالورود. تمام. هلا أكثر قطعة بحس حالي مبسوطة فيها هن الدمى. بتحبيهم؟ إيه بحس حالي يعني مستمتعة أنا عم ساويهم مبسوطة. الله يعطيك ألف عافية. أكيد يعني في كتير من القصص يمكن حتى موجودة عنا بالبيت، عم نشوف إنه في سيدات عم يعملوا إعادة تدوير. اتجهتي بهذا الاتجاه كان من ملابس قديمة عندك من إكسسوارات، قدرتي تعملي لها إعادة تدوير وتستغليها بنوع، بما إنه عندك هاي الموهبة، بنوع من ممكن المجسمات؟ لا هلا ما باخذ مثلا انه بعمل قطعه كامله، لا بس اكسسوار قديم مثلا عندي بضيفه للدمى، ثياب قديمه عندي بضيفها للدمى هيك يعني، بس انه اصنع قطعه كامله لا ما صنعت لسه. الاطفال كثير بيحبوا الدمى المتحركه، ما بيحبوها واقفه على ستاند او هيك. عم تعملي هيك شيء انه يقدروا يحركوا لايديها؟ هلا مبدئيا بدي اعمل حابه اعمل دميه على شكل قلم مشان الولد يستفاد منها، يعني نفس الدمية لما يسحبها الولد يكون فيها قلم. وحلو يكون الدمية تشبهه وعلى القلم، كتير حلوة بتطلع الفكرة. تمام. بدي اعمل نفس الفكرة بس تكون دمية هي من الاساس. تمام. كتير حلو افكار، حتى افكارك كتير مفيدة. شكرا لك. يعني ولاء اليوم نحن ضوينا على كثير من التفاصيل وحمسنا كثير من الصبايا والشباب يلي بيمتلكوا هي الموهبة، يعني
منشوف كثير من المشاركات بالبازارات وخاصة بالمناسبات، في كثير ممكن أبواب تنفتح غير الإنترنت، ما يكون الواحد بيمتلك محل، ولكن في بازار إن كان مزبوط. لعيد الأم، لعيد المعلم، لكل الأعياد. عم تشاركي شيء بالبازارات؟ لا لسه. ليش ما تجرأتي وأخذتي هاي الخطوة؟ لأنه كل فترة بطلع بشغل جديد، عم بستنى لا يكبر شغلي يعني اكثر. يعني اذا ما حدا وصاكي ما بتشتغلي، فما عندك هالتنين. بشتغل ايام قطع لاولادي لقرايبيني هيك. تماما. نحن ولا بدنا نتشكرك كثير، وبدنا نتمنى لك التوفيق، واكيد ما في احلى من الواحد انه يتكل على حاله ويبدع بمجال هو بيحبه وحتى يساعد ماديا كمان. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. اكيد شكرا كثير لك، بنتمنى لك كل التوفيق، وقطعك كثير مميزه. شكرا لك. اكيد حتنجحي وبسمتك كثير حلوه بهالوقت. شكرا لك. شكرا. تتويجا للعمل المسرحي في محافظة حماة، انطلق المسرح القومي بالمحافظة، وسيشهد المسرح تأسيس مجموعة من اللجان، منها القراءة والمشاهدة والإعلام. التفاصيل مع مراسلنا علي شحود. انطلاقا من أهمية المسرح ودوره في تحريك وتطوير المشهد الثقافي والإنساني، أعلن في حماة عن ولادة المسرح القومي. المرحلة اليوم نحن عملنا تأسيس مقونا لهذه الدائرة، دائرة المسرح القومي في حماة وفي حمص أيضا، حتى تكون نواة لتطوير إداري في عمل مديرية المسارح والموسيقى، تتحول إلى هيئة عمل المسارح والموسيقى تشمل كافة المحافظات السورية. اليوم سيكون انطلاقة جديدة مقوننة بكوادر جديدة لهذا المسرح. هذا المسرح الذي طال انتظاره والذي سعى إليه وعمل من أجل تأسيسه كبار المهتمين بالمسرح طبعا، وكانت ثمرة الجهود بالتعاون مع الجهات الفاعلة في دمشق طبعا، ومن هنا نتوجه بالجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي يتحقق اليوم، كما قلت هو حلم. المسرح على صعيد التأليف يتبع إلى اتحاد الكتاب العرب، وعلى صعيد الإخراج يتبع إلى نقابة فنية. نعرف كم نعاني من النقابتين، أمل أن نجد من خلال المسرح القومي الذي يعني الآن بصدده كلنا جميعا أن يكون فاتحة خير ليعود المسرح كما كان، لأنه كان أليقا. ويعود تاريخ المسرح في حماه إلى مطلع الستينات من خلال نادي الفارابي الذي أسسه مجموعة من الفنانين والأدباء، ويعد إطلاق المسرح القومي بحماه تتويجا للعمل المسرحي في المحافظة، وسيشهد المسرح تأسيس مجموعة من اللجان منها القراءة والمشاهدة والإعلام. للأخبارية السورية علي شحود، حماه. أما هلأ مشاهدينا، فخلينا ننتقل إلى غرفة الأخبار للاطلاع على أهم المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا لور خدور. صباح الخير يا لور. صباح الخير ليا. موجز لآخر الأنباء بعد الفاصل. كشف اللواء الركن ألكسندر كاروبوف نائب رئيس مركز التنسيق الروسي عن توفر معلومات حول إعداد إرهابي تنظيم جبهة النصرة لاستفزاز في منطقة إدلب لخفض التصعيد يشمل فبركة هجوم كيميائي. وأوضح كاروبوف أن الإرهابيين يخططون لفبركة هجوم كيميائي في منشأة بريف اللاذقية الشمالية حيث ينتشر إرهابيو جبهة النصرة، تمت إقامتها لهذا الهدف مع إشراك أشخاص لعرضهم كضحايا ومصابين لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية. أصيب 10 عراقيين بتفجير قنبلة يدوية قرب جسر الأئمة شمال العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني لموقع السومرية نيوز أن رمانا انفجرت الليلة قرب جسر الأئمة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم نساء، مشيرا إلى أن قوة أمنية ألقت القبض على أحد المتورطين في الانفجار.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار دولي للنظام السعودي بصاروخ باليستي ردا على العدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني. ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن القوى الصاروخية للجيش اليمني تمكنت من استهداف هدف عسكري حساس بمطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه، مشيرا إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة. أمر قاض في المحكمة العليا في البرازيل بإلغاء الإدانات الصادرة بحق الرئيس السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفيا بتهمة مزعومة بالفساد، ما يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية عام 2022 ومنافسة الرئيس الحالي جاير بولسونارو. وذكرت فرانس بريس أن القاضي أديسون فاشين اتخذ قراره هذا بعد اعتباره أن محكمة كورتيبا جنوب البلاد التي حكمت على دا سيلفيا في 4 قضايا غير مخولة البت في هذه الملفات، وبات النظر في هذه القضايا من صلاحية محكمة فيدرالية في العاصمة برازيليا. وصلنا لختام الموجز، عودة إليك ليا. شكرا كثير لك يا لور، وأكيد بدي أرجع جدد التحية للمشاهدين متابعينا بصباحنا لليوم. وصلنا لفقرة كثير حلوة زعيتنا من طرطوس الضيفة، ولكن رح نحكي معه ونتعمق أكثر بعلم. شو هو هالعلم؟ علم الأرقام والأحرف هو علم كثير حلو. اليوم حنستمتع أكيد بالفقرة كلياتنا مع بعض، حنتعرف أكثر عن هذا العلم، وهل هو نعرف إذا هو هذا العلم هو حقيقي وشو هي رموزه، وهل من الممكن أن يكون الاسم مجموعة من الأرقام وله دلائل على حياة الإنسان. حنتعرف على كل هالتفاصيل أكيد مع أخصائية علم الأحرف والأرقام هبة مبارك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. وأهلا وسهلا فيكي والحمد لله على سلامتك. أكيد الله يسلمكم يا رب صبايا، ويسعد صباحكم بكل الخير، وإن شاء الله دائما أيامكم مشرقة وحلوة مثل جمال الشام، ما في أحلى من الشام أبدا. يعني أهلا وسهلا فيكي نور سوريا. أهلا وسهلا فيكي حبيبي. يا هبة بالبداية فيكي. هبة قبل ما نتعمق بهذا العلم صار في كتير أشخاص بيقولوا لك شو اسمك شو مواليدك، خليني أحسب لك اسمك مضابط مع اسم أمك، ولكن يمكن هن متطفلين على المهنة. خلينا نحكي ونعرف المشاهدين أنه في علم بحد ذاته، وهبة 7 سنين درست بهذا المجال. خلينا نحكي ونتعرف ونفرق بين العلم والمتطفلين يمكن العاملين كورسات أو بيضحكوا يمكن على العالم بهذا المجال، وخاصة هلأ بهذا الوقت. يعني هلأ نحن شايفين قديش الناس تعبانين. تماما يعني الناس كتير تعبانين، بدها كلمة صغيرة بس لحتى تتعلق مثل الغريعة عم يتعلق بأشي. يعني صارت شغلة المال وشغلي، انه انا حتى مع الأسف يعني هلأ انا بطلع بعمل بث مباشر عادة على صفحتي وبيجيب تقريبا 500,000 متابعة، فالناس عم تتابع احيانا كلام انا بقوله وبيروحوا بيحكوا بانه هو لإلين فبيحكوا فيه مع الآخر. ناس ممكن تقرأ فنجان فتحكي من خلال الفنجان كلام انا قايلته مثلا عبر البث المباشر. فوصلني هذا الكلام من اشخاص كثير. طبعا بالنهايه العلم معروف انه مين بلش فيه، مين عم يحكي فيه، مين عم بيقوله. كل انسان بحياته في شيء ركيزه باسمه، ركيزه اللي هو اسمه مثلا. يعني هلا بيقولوا لي انه اكيد علم الاحرف هو علم صادق، هو علم موجود. طيب اسمك ما هو موجود؟ طبعا اسمك هو اكبر حقيقه بحياتك. صح اسمك مرافقك طبعا، من ساعه بتخلقي لاخر يوم لاخر دقيقه بحياتك اسمك مرافقك. اذا اسمك هو حقيقه كبرى بحياتك. كل حدا فينا اسمه بده اثر عليه بفترات طويله من حياته. وعلى فكره الاسم يقسم الى عشريات. يعني مثلا اسمك سمر، ما السين بدايه اسمك هي سيادي، هي بتعيشيها في مقتبل العمر من عمر السنة لعمر 20 سنة أو لعمر 25 سنة. بيجي بعد منها حرف الميم، شوفي كيف بنقسمه لعشريات من 25 مثلا للأربعين. حرف الميم ممكن يكون مال، ممكن يكون قصة مسكرة بحياتك بتعمل غصة. ثم فيما بعد يأتي حرف الراء يلي بتعيشيه بقى بنهاية ما بعد 40 سنة، وشو الله كاتب لك عمره، هو رزق. يعني كأنه سمر في عندها رزق وفير بحياتها فيما بعد. بس بنفس الوقت سمر أنا بكتشف عنها شغلي من خلال اسمها، السين والراء باسمها. اسم يبدأ بالسين ينتهي بالراء وهو سر. يعني سمر في بحياتها سر، أو هي حدا كتومي على أسرارها، أو هي حدا ممكن تحمل سر غيرها وبتتعب من خلاله. بيكون دائما في عندها أسرار ولازم تكون كتومي لحتى تنجح. فشوفي نحن كيف حياتنا كلها بتتقسم من خلال حروف اسمنا.
قولا واحدا أسماءنا مهمة جدا بحياتنا. أكيد الأسماء طيب. كتير مهمة. صحيح، ولكن هبا يمكن كتير من الناس بيقولوا طيب أنا بدي أسمي ابني أول حرف من اسمه الألف، لانه هو ألف الألف قوة. صح. بدي يسمي ابني كذا، بدي يسمي ابني صح. كذا، صاروا العالم يروحوا يبحثوا انه هل هالاسم هو عن جد رح يجي مع المولود يقويله من حياته، يقويله من شخصيته، رح يرافقه بهذا المجال. صحيح، خلينا نحكي عن هي النقطه وشو هي اقوى الاحرف. بدي اقول لك سر هلا. بدي اقول لك سر، بتعرفي انه طاقه الاسم بالعيله تورث؟ يعني تمام. اذا انا عمتي اسمها مثلا على سبيل المثال جمانة، وعمتي جمانة عاشت حياة كتير قوية، وإجوا أهلي سموني أنا جمانة، بعيش نفس الحياة لعاشت عمتي يلي أنا تسميت على اسمها. وإذا عمتي جمانة عاشت تعب كتير كبير وتوفت مثلا عمر صغير، مثلا صار معها حادث سيارة وتوفت، وإجوا أهلي مثلا عم حبتن لإلها سموني بنفس الاسم، بيصير معي نفس المصير. هذا موضوع خطير جدا، كثير مهم، لانه بكثير عائله بتوارثوا الاسامي. طبعا طبعا طبعا، الاب اسم الام شيء ضروري. بس رح اقول لك، رح اكد لك شغلي. تمام، رح اكد لك شغلي. انا هلا طاقه اسم مريم، ستنا مريم عليها السلام، ستنا مريم هي ستنا مريم العذراء، لم تتزوج. صح. لم يمسسها رجل. لاحظي هلا اي وحده اسمها مريم، شوفي، يا اما بيكون في عندها انفصال عن زوج، يا حياة زوجية صعبة نوعا ما، بتلاقيها حياتها شوي صعبة مع الزوج، يا بتلاقي في عندها قصة بحياتها بشكل عام بتطول تتزوج، فراق زوج، بحياتها مع أهل زوجها بيبقى في عندها ثغرة بهذا الموضوع. الحل الوحيد باسم مريم قراءة القرآن الكريم بشكل مواظب. بدت واظب عليه. مريم اسم من أجمل الأسماء وأقوى الأسماء، بس كتير بتحتاج قراءة قرآن كريم. مو حي الله إنسان في يحمل هيبة هالاسم، صح؟ صح، هو اسم كبير. كتير عظيم. تماما، بده إنسان يكون بيقدر يحمله، حدا مؤمن، مو كيف من كان حدا بيكون كتير حياته عايشة على طول وعلى الأرض ونسمي مريم. هذا كلام ما هو منطقي. طيب، ما هو صح. بدي أسألك سؤال، مثلا حدا قال لي بعلم الأسماء أنه اسمي أنا مثلا سمر، بما أنه كنا عم نحكي عليه، سمر هو يعتبر سم ومر، ليش إنن هيك فصلوها وأنت فصلتيها بشكل بطاقة إيجابية؟ وكمان مثلا الأشخاص اللي مثلي اللي عندهم اسمين، يعني أنا سمر وعندي اسم تاني قمر، يعني كيف، يعني كيف حياته، كيف تأثير الأرقام حبيبتي؟ هلا أنت بغض النظر عن الاسم، أنت قمر عن جد حبيبتي. هلا بالنسبة لفصلولك اسمك للسم والمر، هيدي أنا طلعت قلتها على البث المباشر، أنا كتير حكياني عن اسم سمر من خلال البث المباشر. فعلا نحن فينا نفصل الأسماء لكي حكما، أي اسم بحياتنا بيحمل طاقة إيجابية وطاقة سلبية. تمام. صح، في سم وفي مر، بس في سر كتير كبير، في رزق أو كتير، في سين السيادي، بس تبقى هناك غصة، يا غصة بتتعلق بحياة شخصية وعكة صحية. قولا واحدا، أنا اسمي هبة على سبيل المثال، هبة الهاء باسمي وباسم أي شخص إن كان، الهاء هي هم يليها هيبي، بدي أعيش اثنين، بدي أعيش الإيجابي والسلبي، هو هم كبير، وانا فعلا عشت بعكات صحيه كثير كبيره بحياتي، تخطيتها يمكن هلا وصلت اقدر اتخطاها هلا، لعيش طاقه الهاء والباء مع بعضها مجموعه، اللي هي نوع من انواع الهيبه او الوصول او الدراسه، العلم، المثابره على العمل، كل حدا بحياتنا في عنده هيدي القصه. بس في سؤال كثير بتكرر قدامي، يعني موضوع الاحرف المكرره باسم واحد. تمام. ليا، لا ليا مو مكرره، لا ليا، لا مو ليا، بس هي ليال. انا كثير ليال مثلا، هلا ليا افضل من ليال. تمام، ليا افضل من ليال واقوى. الاسماء الثلاثيه مرعبه بالقوه. انت اسمك سمر، تمام، والسين والميم صعبه، بس الشيء اللي بيشيلك انه اسم ثلاثي، اي اسم ثلاثي على حد سواء كثير بيكون قوي. يتربع على قائمه الابراج الاسماء الاكثر حظوظا اسم كرم. بتلاقي اي شاب او اي صبي صغير اسمه كرم، بتلاقي حدا بدخل الكرم على البيت، مثلا بتلاقي الاب والام شو بدهم يسموا، بيقولوا يلا بنسمي كرم، بتلاقي وقت اللي بيسموا كرم كل رزق الدنيا فات على البيت. هذا الاسم له معنى كثير كبير بحياتنا. خلص انا صرت ام كرم هلا. يبقى خلينا نحكي عن الاقوى الاحرف اللي لازم تكون موجوده ببدايه الاسماء. خلينا نحكي عن هذا العلم، نحن كيف بنعرف انه، يعني كل واحد بفسره على ذوقه، ولكن في علم، هذا العلم هو مثبت على دراسات، ممكن على تجارب سابقة، خلينا نحكي ونغوص شوي ونعرف المشاهدين عن علم الأحرف. هلأ أول حرف إذا كان الألف فهو بيعطي إمداد لكل فترات حياتك، بس هلأ في سر خطير كتير. هلأ ممكن يكون الألف بس مكسورة الهمزة، هل هذا موضوع كتير مهم، ما بيصير أول حروف باسمنا تكون مكسورة، بيتعب صاحب الاسم جدا. ليش أقول أنا ليا
مستحيل عيط لك ليا لو قد ما عرفتك بحياتي، ولا ممكن اقول لك ليا لاني بعرف تاثيره السلبي. اول حرف اذا كان مكسور بيكسر حروف الاسم كله، وبالتالي بيكسر حياتك بالكامل بكل مراحلها، المراهقه، الطفوله، الشباب، الاستقبال. انا اهلي بيكسروا لي اياها لا ابدا الكسر ما منيح اطلاقا، لانه هذا دلالته وعكات صحيه او تعب. ليا بفتح اللام، حتى بتول لكي من اجمل الاسماء على الاطلاق اسم بتول، ولكن بفتح الباء. في ناس بتقولوا لا بيقولوا لها بتول، راحت هيبه الاسم بالكامل. الباء انكسرت راحت هيبه الاسم كامله. إذا فتح حرف الباء بيكون بداية بسم الله الرحمن الرحيم، فبيعطي مجد لبقية الأحرف ليوصل. تكرار الحروف بأسمائنا مثل اسم محمد، تمام، على سبيل المثال، مثل اسم إنانا، كنان، هيدي الأحرف المكررة بأسمائنا، هي دلالتها كتير خطيرة بحياتنا. هيدي إذا بدل على شيء بالحياة بدل على تكرار أشخاص بحياته. مثلا ممكن كنان تمرق بحياته امرأتان، تمام، عرفت علي كيف؟ أو مثلا سفرتين، يسافر مرتين، في اشياء عم تتكرر. اول مره حكما القصه بتصير بتفوت بحياته اول مره فاشله، المره الثانيه بحلق فيها بينجح، تمام. هي الاحرف المكرره كثير لها دلاله مهمه بحياتنا. الميم اذا كان مكرر، الميم من المال، من المراه، بتلاقي اي حدا عنده حرف الميم مرتين يعني في امراتين بحياته، او قصتين للمال بحياته قولا واحدا. حتى بتلاقيه في عنده خير بيعطي من الماء، من الروي، يعني بتلاقي عنده خير بيقدمه للآخرين. بس معظم الأشخاص اللي بيكون عندهم أحرف مكررة بيقدمه ما بيرجع لهم، تمام، يعني بيعطوا للآخرين بس ما بيرجع لهم هيدا الشيء، فبيعيشوا تعب بحياتي. بدي أسألك سؤال كتير مهم، أنه نحن مثلا عندي بالعائلة ثلاث سمرات، يعني أنا آخر سمر فيهم. أيوة. سمر 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 بكل، ونحن ثلاثة صار معنا نفس القصة، يعني لطاقة الاسم تورث، رجعنا ثلاثة سمر ونفس القصة صارت معنا نحن الثلاثة، بس بنفس الوقت بتلاقي أسماء يعني بيشبهوا بعض كمان نفس الاسم بيكونوا، بس كل واحد مصيره بيكون مختلف عن الثاني، عرفتي؟ هيدا الشيء. واحد محظوظ، واحد لا، واحد مبسوط، تماماً. واحد لا، شو السبب؟ شوفي سبب الشغلتين، اسم الأم، تمام، اسم الأم بيلعب دور كتير 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 كبير، وأكبر مؤثر بحياتنا اسم أمهاتنا. رأعطيكي قصة صغيرة، أي اسم أم بالعالم بيكون بينتهي بالهاء، يعني حرف مسكر او تاء مربوطه، بيأثر على اولاده سلبا. مو بايدها، في امه بتحب ماما. شو ماجده. عفوا، تحيه لماما. شوفي اكيد تحيه لإلها. الاسماء المنتهيه، طبعا بدي احكي سبب، بدي اقول سبب الاسماء. أوكي. الامهات المنتهيه بالهاء او التاء المربوطه، شو هي اسمها تاء مربوطه مسكره، تمام، سكرت حياتها وحياه احد ابنائها قولا واحدا. ليش انا بقول اسم حيدره وقت تسموه خلوه الف طويله، ما تخلوه بالهاء، حرام. الالف امداد، الف الالوف، تمد الانسان بالالف الطويله، بتنبه العالم. هلا انا قناتي على اليوتيوب فيها 300 الف متابع، صفحتي على الفيس فيها مليونين متابع، كله هبه بالالف الطويله. ما حدا بيعرفني هبه بالهاء ابدا ابدا، كله بالالف الطويله. كثير بخاف من حرف الهاء لانه دلالته صعبه على حياتنا. هي شغلي. الشغله الثانيه، نحن كاشخاص، في ناس بتلاقي طاقتها إيجابية كتير، في ناس مو بإيدها هي طاقتها سلبية، تماما. هذا اللي بيميز شخص عن شخص ولو كان نفس الاسم. بتلاقي حدا بيحب الحياة، بيحب يعيش، بيحب المغامرة، وإنسان آخر يعني أي نكسة صغيرة، أي قصة صغيرة بترميه بالأرض. هذا كتير كتير مهم. هلا ممكن يكون أنت اسمك سمر ووحدة تانية اسمها سمر، بس أنت حدا متفائل، حدا بيحب الحياة، بيحب يروح، بيحب يجي. هي حدا إذا حدا بيقلها إنه كلمة صغيرة خلص خرب يومه كله، حدا حساس كتير، هذا الشيء بقى بيعود لطاقة الإنسان. وبرجع وبأكد، طاقة اسم الأم مهمة لأبعد درجات الحدود. أمي بدها تأثر عليني، مو بإيدها، طاقة اسمها بدها تأثر لأنه موجودة بالبيت، بمحيط العائلة بدها تأثر عليني. نعم. هبة، خلينا نحكي بنقطة، كتير من الأشخاص يمكن بيتضايقوا من اسمهم او ما حابين اسمهم، فبيحاولوا يغيروه او بيحاولوا ينعدوا لهم بالمجتمع باسم ثاني، فصار عندهم اسمين. هذا الشيء يمكن قد ايه بيأثر بالسلب على حياة الاشخاص؟ شوفي حبيبي، هلا هو بيأثر سلبا اذا انت انتقلتي من اسم صعب لاسم اصعب. اوكي. بس اذا عالجت الموضوع، هلا مثلا انا سمر، هلا بعد الحلقه بدي اغير لاسمها، انا مصره هلا بعد الحلقه بدي اقعد معه وغير لاسمها. عندي اسم ثاني قمر كمان ما بيمشي حاله. هلا قمر بتتعرض لنصبه مال، تمام. اي اسم في العالم كله في همزه على نبره او همزه على واو او همزه على الف او يلفظ همزه، هو نصبه مال، نصبه مال او استغلال شخص قولا واحدا. هيدي هي دلاله الهمزه بحياتنا، صعب كثير. فنحن بنحتاج فعلا مثل اسم على سبيل المثال رؤى،
مثل اسم وائل، هيدي اسماء بتتعرض لنصبات مصاري، ما في مجال. الهمزي دليل هذا الموضوع. بتلاقي في اشخاص وفي موضوع هذا كتير، انا بدي اشكرك على هذا السؤال، لانه كتير ناس بتعالج الخطا بخطا اكبر منه. صح. يا ما بلاقي ناس انه اسماء بتكون هلا ممكن انا اقول لسمر، سمر شو رايك غير لك اسمك على عزة؟ انا شو بكون عملت؟ انا بكون شلتها من تعب، حتى هي بتعب تعب مربوطه طبعا، تعب اكثر كثير ولا اولادها كمان تماما، وبكون استرد بين اسم والدتها واسمها تاثير سلبي بالمطلق. وحتى بدي اقول شغله كثير مهمه، حرف الزين باسمائنا، مثل اسم زينه، مثل اسم زين، 70% من الاسماء اللي بتحوي حرف الزين تحمل زواج فاشل او زواج لا يكتمل او علاقه قبل الزواج بتكون واصله تقريبا على الخطوبه وفجاه بتنتهي. هيدا هو حرف الزين بأسمائنا، بده فترة صاحب الاسم ليرجع يوقف عجرياته، فكتير بيهمني أنا توضع الأحرف مع بعضها. تمام. عرفتي؟ طيب صادفتي شي مرة مولود جديد استشاروكي باسمه، وكيف أنت بتحسبي أو شو بتعملي؟ خلينا نعرف نتعلم، مو نتعلم يعني، بس هيك نتنور شوي. سبع سنين وفشل ممكن يفشل؟ ممكن يفشل يا هبة؟ هلا طبعاً كله بإيد رب العالمين. طيب. طبعا ما يعني هذا الحكي اللي انا حابه اسمعه اليوم، انه يعني نحن ما فينا نقول بالجزم اكيد لا، اكيد لا. بس في طاقه اسماء، انا بس تكونت عندي معلومات انا بعمل اللي علي. تمام. وانت كأم بتعملي اللي عليكي وبتاخدي، بس طبعا اكيد الاعمار بيد الله. يعني مثلا انا ما فيني اعطيكي اسم بتقولي لي مثلا احد الصبايا دخيلك يا هبة قولي لي اسم يطول عمره لابني، هذا موضوع بإيد رب العالمين، انا ما فيني اعمل هيك. أكيد. هذا موضوع خارج عن ارادتي تماما. مثل ما ذكرتي ببدايه الحديث، نحن واصلين لوقت من الضغوطات النفسيه الصعبه، فنحن كثير بحاجه لحتى موضوع كموضوع كورونا اثر علينا كلنا صحيا، لكل تفكيرنا بقى كيف نكون اقوياء صحيا، كيف بده يكون بايدنا مصاري. هلا بشكل عام الصحه بتجي من حرف الصاد. تمام. هلا الرزق من حرف الراء، عرفتي؟ يعني دائما من الاحرف الرزق، المال، الاساس حسب الحرف. تماما. خلينا نحكي بالختام هبة عن مفاجاه 2021. شو هي؟ خلينا نحكي هلا عليها. انا خبرت عن الشباب والصبايا بالبوست. تمام. بدي اقول عن قصه الزماني قايلتها قبل، خلص خصيتها اليوم للاخباريه السوريه. بدي اقول عن احرف هلا عم تتجهز، اذا كانت موجوده باسماء معينه رح تحلق ب 2022. مولود جديد، حتى لو ما انا مولود جديد حتى لو ما انا مولود جديد ابدا. أوكي. يعني حتى مثلا انت اذا عندك احد هدول الاحرف، حكما في عندك نقطه تغيير بحياتك ب 2022 وللاعلى. يعني تغيير ايجابي بالمطلق للاعلى. ليش اخترتي 22؟ ليش ما قلتي على 21؟ هلا انا قايله كثير، انا خصيت مفاجاه لكم، ما بعرف. انا كثير قايله عن 2021 واحرف بكثير حلقات يعني، فحبيت اني اعمل هيك سربرايز لانه شيء لقدام يكون شيء حلو. حرف التاء، حرف الميم، الدال، الذال، الغين، والقاف، هدول بالمرتبة الأولى بيحملوا رقم 4. يعني في عندهم شيء مهم جدا ب 2022 نسبة ل 22. تمام. شفتي كيف بنقسم نحن؟ هدول رقمين 4 و 22 مجموعة 4. إذا بدي أجمع 2022 بالكامل بيطلع عندي رقم 6، صح؟ 2 و2 و2 6، اللام والواو. اللي عنده اللام مبروك يا ليام. ميرسي. ما في شيء حلو كثير حكماً. وعلى فكره عروس 2021 انا بتوقع هيك لانه هلا كمان عم تقلي انه هي تحت الهواء انه برج عقرب، وهلا مواليد برج العقرب فايتين على حظوظ هائله الفتره القادمه، هائله. العقرب، الحوت والسرطان اكثر ثلاث ابراج ب 2022 مالكين الدنيا بيكونوا. مشان ما نفوت الفرصه على الاخرين، بالمرتبه بعد اللام والواو في عندنا الباء والنون. اللي عنده هدول الاحرف ب 2022 حكما 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 في شيء عم ياخذن لبر الامان. يعني في شيء ما بعرف اذا ترقيه ولا منصب ولا باقي الاحرف شغل. شو مصيره هلا؟ من جد واجتهاد. هلا هدول حظ، عرفتي؟ شويه تعب بيوصلوا. خلينا نفسر للمشاهدين، هدول الاحرف ذكرتي بقى انه هن مجموع ارقام. تماما. ورقم السنه 2022 ستة. هو ستة. وهدول الارقام هن في منهم رقم 4، في منهم رقم 6، وفي منهم رقم 2. يعني فالرقم المجوز ممكن هو هو المسيطر، هو المسيطر ب 2022، لكن سنه 2021 هو الرقم 5. رقم 5، رقم 5 مجموع ارقام 2002 زائد 2 زائد 1 يساوي 5. اي حدا حتى عنده بارقامه بتاريخ ميلاده رقم 5، في عنده سنه مصيريه لهيدي العام. تمام. في سنه مصيريه بتكون له تغيير كامل بحاله، ما بيبقى على حاله، مستحيل. حتى اذا كان بجمع ارقام، مثلا اذا خلقاني انت 3-2، مجموعة بيعطي 5، صح؟ ما في 5 بس المجموعة بيعطي 5، حكما بيكون في عندك سنه مصيريه قولا واحدا.
فهيك هيك يعني بيصير الجمع. على فكرة يا ليا، في ناس بيسألوني يعطيني رقم حظي هيدي السنة. شوفي بيقولوا لي بدي اعرف رقم حظي، مثلا بدي اعمل شيء، انا بدي اضمن على شيء معين، قل لي رقم حظي. انا بجمع ارقامه، باخذ ارقامه، بجمع هيدي الارقام وبعطيه على اساسها. مثلا اذا خلقان انت 12/7، انا 1 يساوي 3، 3 و7 10، 0 زائد 1 يساوي 1، بضل ضعفه ضعفه لحتى يصير عندي رقم واحد. نحن بنسلم بشكل عام كاشخاص من غير ما نحسب هالقصص، في عنا ايام هيك بنتفائل فيها اسماء ارقام قصص، يعني ما بنتفائل فيها، ايام ما بنحبها، ايام مثل برجك بتصير حسب البرج هي تماماً بتكون. تماما، هي بالنسبه لبرجك. كثير معلوماتك حلوه وكثير استمتعنا اليوم بالفقره معك، ختامها مسك مثل ما بنحكي بالعاده. واكيد شكرا لك، شكرا لمعلوماتك الحلوه، شكرا لكم على الاستضافه الحلوه. اكيد شكرا كثير لك هبه مبارك، والحمد لله على سلامتك، وانبسطنا انك كنتي ضيفتنا بدمشق، واكيد يمكن هي اول مره، ولكن نحن ناطرين حلقات جديده، علوم جديده، ونبحث بوقت اكثر ونعطي هيك امل للناس. نحن اكيد نتمنى لك كل الخير والرزق والحب لك ولكل الناس. اليوم نحن عم نمرق بظروف صعبه، ولكن عندنا امل اكيد جواتنا. اكيد الامل، اللي ما عنده امل ما بيامن بالله. وتحيه لترتوس اكيد حبيبه قلبي. حبيبه قلبي، اهلا وسهلا فيك. لهون يا سمر بنكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي. بدي اتمنى لكم نهار حلو، لكل مشاهدينا انتبهوا على حالكم، الله معكم. اكيد يا ليان، نهارك سعيد. نهارك سعيد. انطرونا بكره على الساعه 9 من هون لوقتها، تبقوا بالف خير والى اللقاء.